في بعض اخواننا المترشحين بين البلديين وبين النيابيين حياهم الله، بعدين هم كذا يقولون وكل يدلو بدلوه اليوم واحد طرش لي على الواتساب، هاي طبعا خارج النص قبل، قال لي عصفور على بيدر فبما يغتاته؟ قام وسألني قال لي تعرف شنو بيدر؟ قلت له انا بوديه المجلس واسالهم عقب بدر. قال لي هذه احنا ندرسها حق صف الثالث ابتدائي، مكتوب في كتاب اللغه العربيه مريم نحو مريم. الحكي لكم احد يعرف بيدر؟ عصفور على بيدر؟ على مرزوم بعد. فبما يغتاتوا؟ احنا على البلد مو بزراعي ما عندنا بيدر. البيدر هو الكيس المحصول. قريب قريب الجواب. الجفير. الجفير؟ لو اللي تعرف اللي يحطونها في الجفير شلون يدورون على سبب بيوت؟ ايه. عروش ما ادري ايه اللي ما يمشي معروه اسيكم يمشي بيدر يمشي. هو مثل ما قال الشيخ بيدر مكان وضع المحصول، يعني لما يشيلون الذرة ولا كذا يجمعونه في مكان يسمونه البيدر. القصة مو بهذه القصة حق المترشحين الحين، يعني هاي ترى بنربطها بالترشيح. عصفور على بيدر يعني البيدر ملايم فيها الاكل كله، فبما يغتاتوا؟ طالع انت بعد الحين يعني العصفور واقف والمحصول كله تحته، بما يغتاتوا؟ فانتوا يا مترشحين بما ستغتاتوا لما تروحون ان شاء الله؟ ان شاء الله ما بيقصون ان شاء الله بالالاف اكو ياكم الجواب. طيب اليوم الله يسلمكم اردنا ان نخلي الحوار كذي بسيط. فواحد من الاخوان قال نحن بحاجه الى اعاده تعريف بعض المصطلحات المتعلقه بالمجلس التشريعي، فيعذرون اخواننا البلدي شوي بنروح على التشريع وبعدين بنعرض على البلدي. مجرد مصطلحات عامه، وعندنا الشيخ بريان وعندنا بعض الشباب اللي كانوا يعني نواب سابقين يفيدوننا ويعلمونا على أساس الجميع يستفيد من هذه المعلومة البسيطة اللي احنا بنقولها. فنبدأ بالبرلمان. طبعا في البحرين البرلمان يسمى مجلس النواب كلنا نعرف، وهو عبارة عن تعبير أو أسلوب من أسلوب الديمقراطية الموجودة عندنا في البحرين أو في أي حياة سياسية، ويعتبر مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الدولي. هذا باختصار شديد ما هو البرلمان. طبعا للبرلمان مفهوم ومفاهيم كثيرة، لكن احنا اللي همنا في البحرين ان البرلمان هو عبارة عن هيئة تشريعية رغبية، ويتم حسب الدستور في البحرين احنا عندنا انتخاب النواب بشكل مباشر، لكن احنا نسميه بشكل سري. صحيح، انتخاب النواب بشكل سري، كل واحد يروح بروحه وينتخب اللي يبيه في دائرة محددة. إنما مجلس الشورى طبعا يعين من جلالة الملك، وهذه معروف أن احنا عندنا نظام اسمه نظام المجلسين في البحرين. وصارت تغييرات في 2014، أعطي بعض الصلاحيات مجلس النواب مقارنة بمجلس الشورى. صلاحيات بسيطة جدا فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، ومجلس الشورى مجرد يعني لا يراقب الحكومة إنما يشرع بعض القوانين. فأحد الفروقات الموجودة بين مجلس الشورى وبين مجلس النواب، المجلسين يشرعون لكن مجلس النواب يراقب أداء الحكومة، مجلس الشورى لا يراقب أداء الحكومة. هذه جزئية واحدة. البرلمان له ثلاث مهمات، وقد تكون مهمات أكثر يعلمنا عنها وريان. طبعا التشريع والرقابة على أعمال أو برنامج الحكومة، والجزئية الثالثة اللي احنا يمكن نقفلها بشكل أو بآخر هو تمثيل الشعب أمام الحكومة في هذا المجلس، وهذه جزئية مهمة نركز عليها اليوم على أساس نشوف شلون النواب يقدر يوصل إلى هذا المجلس. التعريف الآخر أو النقطة الثانية هي أهمية وجود البرلمان. طبعا التمثيل والنيابة عن الشعب، مشاركة الحكومة، مراقبة برنامج الحكومة،
وايضا تشريع القوانين. وفي نقطة مهمة ايضا وصلنا لها او شفناها اليوم انا، وهي تسوية الخلافات بين الفئات والقوى الاجتماعية بالطرق السلمية. احنا ما نعرف اذا مجلس النواب عندنا تطرق الى هذه الجزئية او لا، هني الاخ بريان يمكن يتداخل معنا في هذه الجزئية. طبعا تمثيل مختلف فئات الشعب ممارسة تلك السيادة داخل المجلس، الا وهي التشريع والرقابة بشكل او باخر، تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. هذا نقطة عليها علامة استفهام نتطرق لها بعدين عن تقرير الرقابة المالية وماذا عمل المجلس التشريعي في آخر 14 تقرير مثلا. وظائف البرلمان كثيرة، الوظيفة الأولى هي التشريع، الوظيفة الثانية هي رقابة على أداء الحكومة. وأيضا من المهم معرفة أن القوانين طبعا ليس مجرد رخص وعقوبات يصدرها المشرع سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة الرقابية، وإنما القانون تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته. هذه بنناقشها لأن في الدستور عندنا هنا وفي القوانين التشريعية أن يجب أن تكون يعني أولوية المواطن تأتي في المراحل الأولى. فبنناقش معاكم الصار في 4 سنوات الأخيرة بالنسبة حق المواطن، هل تمت هناك تشريعات في صالحه ولا ضده؟ نناقشه بشكل أولي. في جزئية أيضا البرلمان يناقش مواد الدستور ويحاول يغيرها إذا كانت هذه المادة الدستورية مثلا عفى عليه الزمن أو صارت تغييرات أو صارت حاجة، شلون يناقشها مجلس النواب وشلون يغيرها؟ شنو الصعوبات اللي يواجهها من السلطة التنفيذية وأيضا مجلس الشورى؟ هذه من الجزئيات اللي نناقشها. سلطة الرقابة طبعا نعرف أن البرلمان من مهماته الرئيسية هي الرقابة على برنامج الحكومة، والثانية من الحكومة على البرلمان اللي قلنا عسى يصير فيه توازن، والثالثة من الرأي العام. أنتم تشوفون البرنامج اللي حطونا بالجزيرة اللي يطلع واحد كذي يسوي بعينه ويقول أنتم فوق السلطة اللي يحطون دعايته ذي ما أعرف شو الجزيرة أو شو. فنناقش الجزئية يعني وين رقابتنا على البرلمان أو على المشرع أو على البرلمان اللي موجود في المنطقة هذه. أيضا من الأشياء اللي نبي نذكرها موضوع يتعلق ب يعني الرقابة الدائمة في فترة عمل البرلمان، شلون المجتمع شلون وسائل الإعلام الموجودة أو التواصل الاجتماعي ممكن تؤدي دور بشكل أو بآخر في هذا الجزء. طبعاً إحنا نعرف متى يستطيع السلطة التشريعية متى تستطيع سحب الثقة من وزير، ولماذا من السؤال إلى الاستجواب إلى التحقيق إلى الأمور دي كلها، والعواقب الموجودة أمام المشرعين الحاليين من إجراءات داخلية تحدها اللائحة الداخلية للمجلس المعين. طبعاً إحنا دائماً نشوف في بعض الحالات نقول الحكومة هيمنت على المجلس التشريعي لأسباب كثيرة. بعضنا يقولون تذكروا، بعضنا يقولون أن مثلاً في بعض القرارات النواب ينحازون إلى هذا الطرف وإلى ذاك الطرف. فالطالعة هذه هل هي يعني موجودة عندنا بالمجلس التشريعي في 4 دورات اللي راحت؟ توازنات السياسية الحزبية طبعا أو الجمعيات يعني لم نرى في الدورة الرابعة يمكن على الأقل بشكل واضح تكتلات بين التجمعات أو الجمعيات الموجودة داخل البرلمان. ففي 14 الدورة الأخيرة يعني ما شفنا تكتل بالمعنى الصحيح داخل مجلس النواب فيما يتعلق بالوظيفة المالية حق مجلس النواب. أخيرا يعني عشان ما نطول مراقبة أداء الحكومة ومن ضمن نفقات الموجودة في الوزارات اللي تقدمها الحكومة. ساعات نسمع أن الوزارة الفلانية لم تصرف الميزانية اللي حطوها لنا، مثلا وزارة الأشغال مثال حطونا نقول 10 دنانير مليانية صرفت منها دينار وخلت 9. فدور مجلس النواب، دور المجلس التشريعي، مساءلة الوزير، مساءلة الأسباب اللي ما خلت الوزارة تصرف هذه الميزانية، لأن الميزانية اعتمدت وقد يترتب عليها عجز أو يعني تدين من أجل هذه الموازنة. الجزئية الأخيرة اللي يعني مجلس النواب المشرع النائب ينتبه لها في الفترة القادمة، عندنا 3-4 أشياء نحكي فيها. الدين العام صار احنا نسميه الان الغول القادم.
نتكلم بس عن خدمة الدين، نتكلم عن رسوم الدين السنوية اللي تقريبا وصلت مليار لشوي على الدين العام. فهذه لحالها يعني موضوع بحاجة إلى انتباه شديد. هذا يؤثر على كل حاجة، من تنمية اقتصادية، تنمية بشرية، من جميع الجهات. هذه بحاجة إلى استراتيجية لتقليل الدين العام، لتقليصه على مدى هالقد سنة بشكل من الأشكال، عشان ما تضغط على الحكومة بهالجزئية الأولى. الجزئية الثانية هي العجز في الموازنة. طبعا ميزانية البحرين في آخر أربع أو خلينا نقول السنتين اللي راحوا 15-16 و17-18 كان عندنا عجز، والعجز تقريبا كبير، وهذا العجز بيستمر. الحكومة الآن سوت التوازن وسوت بعض الضرائب وسوت بعض الأشياء عشان تقلل العجز. وذكر سمو ولي العهد في مؤتمر الرياض أن يعني البحرين هي الدولة الوحيدة الخليجية اللي ظل النمو موجود، يعني بين 3-4% وهذا مؤشر جيد. لكن يعني ايضا احنا بحاجه الى نتكلم عن ان موازناتنا كلها ما زالت 80% معتمده على الطاقه وعلى النفط. ما زالت عندنا امام النواب القادمين فرصه يعني تنوع مصادر الدخل الموجوده، وكانوا يتكلمون عن السياحه، يتكلمون عن البحر، يتكلمون عن اشياء كثيره. طبعا من ضمن الاشياء اللي النائب ينتبه لها في الفتره القادمه الا وهي الفساد يعني المالي والاداري، اللي طلع التقرير السنوي من الإدارة الرقابة المالية والإدارية الموجودة السنوية شلون يعني نجزئ هذا. هذه باختصار بعض المصطلحات الموجودة أو المفترض النائب أو المرشح الحالي ينتبه لها. المرة اللي راحت في أحد المجالس يبنوا صورة حق الميزانية، يمكن بريان هني جابها، ملفات عبارة عن فوق 100 بوكس فايل محطوطين، وعندك فترة زمنية قصيرة. وقد يكون هذا الناب وذاك بعيدا عن الأرقام والمحاسبة والموازنة، فيصعب عليه الموضوع. برنامج الحكومة عبارة عن مسودة إنشائية موجودة، ما فيها تفاصيل، ما فيها معايير، ما فيها أمور كثيرة، ما فيها إطار زمني مرتبط بهذا. فأنت كمرشح، أنت كنائب، نبي نسمع منك شنو استعديت لهذه الجزئية. لو نجحت أنت عقبها بأسبوع أسبوعين بتأدي اليمين، ومن ثم بتدش في أحد اللجان الموجودة من أجل مباشرة عملك كنائب للشعب. فأنت قول لنا إيش جهز روحك لهذه الجزئية، لهذه المهمة، ومن ثم إن شاء الله إذا صار حوار وكذا تداخلات ننتقل إلى الجانب البلدي عشان نشوف نعطيهم. شكرا لكم.